مساجد أثرية. مسجد ومدرسة السلطان الأشرف بريزبي أو المدرسة الأشرفية. يقع هذا المسجد بشارع المعز لدين الله عند تلاقيه بشارع جوهر القائد. وقد بدأ الملك الأشرف بريزبي في إنشائه عام 826 هجرياً و 1424 ميلادياً. الأشرف سيف الدين بريزبي هو السلطان الثاني والثلاثون في ترتيب سلاطين دولة المماليك. يتميز جامع الأشرف بريزبي بفن معماري متقن ودقيق، حيث يتزين المسجد بالرخام وشبابيك القصية المعشقة بالزجاج الملون. يطل مسجد ومدرسة الأشرف بريزبي على شارع الجمهورية من ناحية الغرب، أما من الناحية الشرقية فيطل على مدرسة الأمير سدون. تصميم مسجد ومدرسة الأشرف بريزبي عبارة عن مساحة مربعة تتوسطها ساحة مكشوفة ومحاطة بأربع ظلات، كما شيدت واجهات المسجد باستخدام الحجر المشهر. المدخل مرتفع نسبياً عن الأرض بمسافة 1.55 متر، يصعد إليه بسلم جنوبي مزدوج يبلغ عدد 8 درجات تؤدي إلى بسطة تتقدم الباب، وهذه البسطة يبلغ طولها 2.5 متر وعرضها 1.90 متر. ويوجد أسفل هذه البسطة حانوت صغير له باب خشبي. تصل هذه البسطة إلى باب المدخل الرئيسي، فهذا الباب مزخرف بالنقوش النحاسية. يتوسط الباب ميدالية كبيرة من النحاس المفرغ ذات الزخارف النباتية، وعليه شريط كتابي نصه عز مولانا السلطان الملك الأشرف بريزبي عز نصره. ويحيط بعتب الباب إطارا من الفسيفساء الرخامية من الثلاث جوانب.